الخير يا حبايبنا، معانا ناس حبايبنا من جده جايين يزورونا ويجربوا الجو عندنا. انا دكتور ربيع، معانا دكتور عميره من اجمل صيادين جده. السلام عليكم. معانا دكتور طبعا ابو الدهب، ده محدش كل الناس عارفاه طبعا. طبعا الحاج حماد، الناس المحترمه اللي هي اللي اسست في السير، يعني عربيتنا زي ما هو بتاع وشفايتنا كمت الموهبة يعني، وربنا يبارك له رب وفي القناة بتاعته وفي الحاجات اللي هو اللي بيشهرها بيخدم الناس. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. يلا نشوفكم بقى اخر الفيديو، ادعوا لنا بقى. سلام عليكم من شاطئ طرفة. صباحتنا ان شاء الله، انا مش عارف هي ايه طبعا، بس ان شاء الله خير يعني ما شاء الله. كان عاد ما شاء الله. كان عاد وطلع على النور الدوم. ما شاء الله كده فيه. أمور هذا أمور ما شاء الله ما شاء الله. الله ينور كده. الله ينور يا شباب، الله ينور. هموره ما شاء الله، والله تستاهل ما شاء الله. فينك يا اتش؟ ما شاء الله هموره يا جماعه، احنا بنصور واحنا في الميه ما شاء الله. ما شاء الله يا رمزي. شوف يا جماعه احنا واقفين في الميه وبنصطاد، وما شاء الله دي تاني هاموره ما شاء الله. معنا طبعا اخونا رمزي هناك واخونا بندر. تعرفنا عليهم النهارده من الناس اللي ما شاء الله عليهم. يعني شوف بندر بي وجل معرفة خير ان شاء الله. حبيبي يا رمزي، طب بص ما شاء الله كان طالع وراها مرة تانية كبيرة، مرة تانية برضو ما شاء الله صغيرة اهي. أمورة برضه. ما شاء الله ما شاء الله. بص كان بياكل.
رمزي وقت الاكل بتاعهم ده رمزي وقت الاكل بتاعهم. شباب دلوقتي هنعمل لعفة ونشوحها. ديت باغة تمام، هنقطعها كده من النص بالشكل ده تمام. هجيب السن بتاعي اهو بالمصفر سن 16 تمام، وادي اللحم بتاعي هدخلها من عند الديل، هدخل السن من عند الديل تمام، واطلع من الناحيه الثانيه كده وادخله مره كمان برضو واطلعه من الناحيه الثانيه، واجي قبل الطرف بتاعها طرف شاكك ومطلع طرف السن هتبقى بالمنظر ده، واجي عند الديل اروح عامل ايه خيط كده ومره كمان. المصفر ده 30 ال بي اوكي، بقت بالمنظر ده. واجيب الرصاصه بتاعتي وعندي ابره طويله طبعا بدكك منها كده بالمنظر ده، الفتحه بتاعتها مقطوعه من ورا عشان اشبك فيها المصفر بتاعي او الخيط بتاعي بالمنظر ده تمام، واعديها كده بقت عندي الرصاصه حره تمام كده بالمنظر ده. اروح اعلق البوك اعلق في الهوك بتاعي المدور كده بقى طول عندي مناسب اهو. نقول بسم الله ونصور الافضل وانا برمي اقفل الجراح، خلي مسافه مناسبه بين المدوه وبين الدبله اللي فوق على الارض ريسي خلاص كده ريسي. اقفل الديكوب بتاعي والم خيطي اخد البوش خليش بوش وافتح الساعه بتاعته اوكي الساعه واعمل شيك تمام. وصيفها بقى ايه وهي ورثة السلام عليكم يا شباب عاملين ايه؟ الحمد لله خلصنا يومنا، وعدناكم كل جمعة ان احنا هنعمل رحلة صيد، وكان النهاردة معانا كان معانا الدكتور هشام بيصور كالعادة يعني. الجزء ده الحمد لله كده طلع كاستنج، اشتغلنا كاستنج الهامور والبياض والكنعت، والجزء ده طلع لعف، طلع على الحبار وعلى الجمبري. طبعا احنا عانينا في الاول، اول ما جينا الرحلة تعبنا شوية كده وما كانش في حاجة راضية تضرب معانا خالص لحد الصبح، والحمد لله ربنا كرمنا. Thank you.
لسه صاحية. ان شاء الله نتقابل الجمعة الجاية، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بالسبسكرايب.